السلام عليكم البنات، كي درتوا؟ لاباس عليكم البنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. البنات اليوم بغيت نشارك معكم ان شاء الله واحد الفيديو، اللي هذا الفيديو هو اصعب نهار دوزته في حياتي مع ولدي. درت له واحد لوبيراسيون، الله ينجينا ويجيكم من المرض، والله يشافي كل من هو مريض ان شاء الله. البنات كنبغي نقول لكم ما تهونوش على الصحه ديالكم، لانها الصحه مفيده، ولو وقعت فيها شي حاجه صافي الانسان ما كيبقى يحلى ليه حتى شي حاجه. المهم البنات، اليوم ان شاء الله انا ولدي جبته غيدير العمليه على واحد الكيست كان عنده غير صغيور، وبدا يكبر ليه وما وحتى فات الفوت عاد زعما بغينا نديروا له العمليه. المهم هنا البنات راهم جاوا داروا له على القولو السيروم، ودابا ان شاء الله راه هبط او هبط هنايا لبيت العمليات. انا عاودكمش على هاد اللحظه كي دايره البنات، شغنقول لكم نهار داز الحمد لله والشكر لله عليه. المهم البنات هاهما ان شاء الله، هاهما دابا عطلعو، دابا باقي مبنج، هاهو الله ينجينا وينجيكم ويشافي كل من هو مريض يا ربي. ما نعاودكمش انا هاد اللحظه كيفاش كنت في حاله لا يرثى لها. المهم تشفتو ان شاء الله حدايا وطلع وتيهضر شي هضره ماشي هي هذيك، حيت باقي الان بنج. هانتوما البنات هو دابا عاد جا، طلعوا الطبيب، طلعوه الفرامليه وخلط علينا الطبيب، خلط عليهم الطبيب، حيت دار هو واحد الاخت حدايا حتى هي مسكينه عندها الولاسس، ايوا وراه ناعسه حداه حتى هي في هذه الجهه الاخرى. المهم ودابا ان شاء الله جا الطبيب ودفع عليهم الضو، قال لهم ما خصهم يشدوا مع البنج وداكشي غادي يدوخوا ويتقيا وهذا. المهم هنا جالسه حداه، هو جالسه حداه وبدا يتحرك. انتم شوفوا البنات، صافي طفينا عليهم الضو دابا، وراهم دابا كالمين، وقالك ما خصناش نهضروا معاه باش ما يزيدش هذا مع الجرح، ما يزيدش يبدا يخرج الهضره مع الصبا وداكشي. من الاحسن تفوا الضو وما يهضر معاه حتى شي واحد، ما يزورو حتى شي واحد. هنا في هذه اللحظه هذه كان جا معايا باباه ومشى، قلت له ما صافي سير انت مع خليت الدراري الاخرين وداكشي، وهما اللي مقابلهم عاوتاني ومع العمل. ايوا هذه الوقيته ديال 3 د العشيه ولا 4، خاص الدراري الاخرين اللي بقاو عندي في الدار يتغداو. ايوا الحمد لله على كل حال، احنا كنتسناو دابا ان شاء الله حتى يفيق من البنج. وكنا غادي، المهم كنت ان شاء الله غادي هنايا في هذه اللحظه هذه جامو الدار وجاب ليا هذا الشيء، حيت انا اصلا انا مريضه وكنشرب الدواء، ومنين ضنا في 6 الصباح ما كليت ما درت حتى شي حاجه. المهم حتى ناض ولدي من العمليه وداكشي وهضر معايا وداكشي، وعاد اتصل بيا وداكشي، ايوا عاد جاب ليا هادشي. ما قديتش ناكل والله البنات، الا خديت معايا القوله هذا باش ناكل غير الدواء ديالي تا انا. ايوا هذا ما نعاود لكم، ونهار داز عليا شغنقول لكم صعيب البنات، والله ما لك الحمد على كل حال. وهنا ان شاء الله راني خرجت الكولوار، كنتسنى مضطر يجي باش غادي نمشي وصافي، وما بغاش اصلا يبات، قالك صافي نمشي في حالاتي. المهم راه شغنقول لكم، وكاينين هنا البنات كيتعاملوا مزيان هنا في هاد لاكلينيك، الا كانوا كيعرفوه للناس هنا في مدينه مكناس بن رشد، معامله طيبه ونقاء البنات، وكل شيء عندهم هنا زوين، بحيث قالك الا غادي يبات باتي في البيت ديالنا الخاص، واحد البيت ديالهم مزال. انتم البنات انا غادي نصور لكم، قال لك ماشي مشكل باتي معاه
هو اصلا ما بقاش، قال كما ما فوقاش نخرج في حالاتي، ها انتم شوفوا لا الشومبر ديال الفرام ليا، قال لك حنا نجلسوا ونباتوا جالسين في الكراسه وانتي باتي. زعما الصراحه الله يجازيهم وشكرا لكم.